أول مهرجان موازي هو محطة أساسية في مسيرة أي فنان عربي وعالمي. وجودي اليوم هو إضافة كبيرة جدا، يعني اليوم إن شاء الله عشان سالي هذا الحفل إن شاء الله بالنجاح والتوفيق والفوز الكبير يا رب يا سيدي. نقول هذه بعد هود أنه ولادة نجمة عربية جديدة. هذه محطة أساسية بالنسبة لي. نطمح دائما المشاركة في مهرجانات كبيرة، ولكن موازين له نفع خاصة مختلفة تماما. جمهور المغربي لا يستهان فيه أبدا، جمهور ذويق مستمع، جمهور ذكي جدا في شنو هو اللي ينجح وشنو ما ينجحش. دونك إلى إن شاء الله نهنيك نشوف إن شاء الله بإذن الله على الجهود اللي قدمتها أنا وفريق العمل ديالي. فاش نسالي هذه الحفلة ديالة نقول غيدة شهدت ولادة بلقيس من جديد. هذا بالنسبة لي مهرجان موازين. الشق الآخر من السؤال ديالك هو شنو كان الثقافة المغربية؟ الله أعلم الخلية اللي بيني وبين هذا الشعب شيء غريب، يعني حتى من قبل ما نفكر نغني أغاني مغربية الغيزة اللي كانوا يساعدوني في الخدمة ديالي كانوا مغاربة، ومن هنا جاء العشق للثقافة المغربية للهجة المغربية اللي البعض يقول أنها ليست سهلة أو يعني يحب شيء يبرع فيه. دونك أنا لأنه نحب الثقافة وما ننساش أنه أنا الأصل ديالي يمني، وأنا أيضاً أتي من بلد حضاري وثقافي وريتش يعني غني بكل ما تحمل الكلمة من معنى. جينا كنشبه المغاربة بزاف حوجات، يعني الثقافة والموسيقى والتنوع والأمور هذه كلها، يمكن هذا هو الرابط اللي جمعني بالمغرب. وبعد كده كان في عندي أصدقاء من المغاربة كانوا دائماً يقولوا لي يا بلقيس يعني لازم أن يكون عندك ريبورتوار مغربي، الساحة تتقبل وجود فنانات عربيات يغنوا بالدارجة المغربية. وبدأت القصة بتعالى تشوف وشفت من بعد شو الربقة فتح الفتيحة بعد.